المصورات الصفراء تشكل مع النقعة والبجراوية جزيرة مروي التاريخية التي تم إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2011. تعد المصورات الصفراء من أبرز المعابد المروية، وتتعدد الروايات حول أسباب التسمية واستخدامات الموقع. تسمية لموقع المصورات الصفراء نسبة للسور العظيم أو التصاوير الموجودة أو المخربشات الموجودة على جدران الحوائط في السور العظيم أو الحوش الكبير، ونسبة أيضا إلى التربة الصفراء اللي هي ماثلة أمامنا اللي هي التربة الصفراء. يحتوي هذا الموقع أو موقع المصورات الصفراء ومكوناته هو السور العظيم ومعبد سبو مكر ومعبد الأسد. تم تشييد معظم هذه المباني في عهد الملك اللي اسمه رنخمني في العام 235 إلى 211 قبل الميلاد. يرجع تاريخ هذا المبنى إلى القرن الأول قبل الميلاد، وخطة البناء المعقدة لهذا المبنى لا مثيل لها في كل حضارة وادي النيل. ووفقا لعالم الآثار الإنجليزي باسيل ديفيدسون، فإن أربعة كنداكات عشن جزءا من حياتهن في المصورات، منهن إريناس وشاخيتو وتوري. السور العظيم هنالك بعض الآراء حول السور العظيم، هو يمكن أن يكون مركز لترويض الأفيال أو لتدريب الأفيال، وكذلك هو يمكن الرأي الثاني بيرى أنه هو مركز ديني للحجيج، للحجيج يأتي إليه الحجيج في موسم معين من السنة، وكذلك أنه هو الرأي الثالث بيوضح أنه هو كلية تعليمية اللي هو المسمى غالة كايو، وأكد ذلك بروفيسور جعفر مرغني. تتسم المصورات بذاتية كبيرة مما يعكس خصوصية مملكة مروي التي تتمثل في ظهور معابد لآلهة محلية مثل الإله سوبر مكر والإله أبا داماك. فهنا أول معبد له أقامه أرخمني بعد صراعه مع كهنة آمون. الكنيسة اليمانية جاء سنة 58 وقت عبارة عن كوم من تراب، وقالوا نعود ليكم قبل ولا ننقل إلى المتحف القومي للبيئة والسياحة لأنه مكون من 800 كتلة حجرية ما حيصل كله هناك لأنه الحجر جيري، وقال بعود لكم بنفس الطريقة اللي هي كان مبني عليها في المبنى الأول. وفي الحقيقة هو عادوا لنا من 58 ل 69 بنى بنفس الطريقة اللي هو كان مبني عليها في الأول، لأنه مكون من 6 عمدان رئيسية وبعرش بنفس الأثر اللي تلقى في المبنى الأول. عندك جوا في المعبد في الكرسي حق التتويج اللي هو بقدمه فوق الغرابين والعصافير اللي هي بتغربوا للإله أبا داماك.
عندك الحائط الجنوبي اللي هو غطته أضلال الرمال وتلقى مكتمل كل النقوش. وأشرح لكم بنفس الشرح اللي هي شرحته لنا جامعة هومبولت جامعة برلين اللي هي عادته لنا زي ما كان. عندنا الحائط الجنوبي هو برمز للحرب والخصوبة، الحرب والخصوبة لأنه فيه تحويل الحكم من الإله للملك، من الإله أبا دماك وبمتاج الملوك ليمسك الحكم من بعده وهو أرنخ أمني. أرنخ أمني الملك الوحيد اللي هو قام بيمونة المعبد بالذات. عندك أركا، أركا ده هو اللي بيقدم الشعار حق البخور للإله وللملك. عندك الإله إيزيس اللي هي تحمي أرنخ أمني ساعة الحرب. في آلهة حاضر التتويج الهمنهن آمون وسبو مكر ونوفس وهوريس. هوريس ذا النس، ايوه اله متجول من مصر الى السودان. هوريس سو هوريس. في النشيد اللي هو مكتوب باللغه الهولوغلوفيه كما فسرته لنا جامعه هومبولت جامعه برلين، بيقول انا اسد الجنوب غوي الزراعين الذي يقتل أعدائه بأنفاسه المتواهية، والذي يخلق الطعام للجميع، والذي يحفظ الرجل والمرأة، والذي يعاقب جميع الخطايا. جميع الخطايا في الحائط الغربي بنلقاهم كلهم مربطينهم في شنو؟ في الأفيال. بنجل الشمال اللي هو برمز لشنو؟ للبر والسلام، فيه نفس الصورة ذاته، يبدأ من الإله إيزيس وهوريس وسبا مكر ونوفس وباداماك وأركا اللي هو اللي بيقدم الشعار حق البخور وأرنخ أمني اللي هو قام بالملك اللي هو قام ببناء المعبد بالذات. أيوة ده التمساح طبعا مغيد الفم خشمه مربوط موجود على المدخل الشمالي وأنت طالع وعلى المدخل اليميني وأنت خاش، برمز للخصوبة والأمان لأنه مأمن تحتهم لأنه مغيد فم. سنتجه الآن صوب النقعة وهي من أبرز مظاهر المعابد والعمران في مراوي. موقع النقعة من المواقع المميزة، المواقع المروية الجميلة المميزة جدا. الموقع طبعا هو عبارة عن مدينة ملكية مروية بيحتوي على عناصر كثيرة حقيقة. الموقع يعني قصور، مدافن، حفاير، معابد، لكن طبعا أهم المعالم في النقعة لحد الآن ظاهرة واضحة ويمكن لأي إنسان أنه يشاهدها اللي هي المعابد. المعابد كثيرة متنوعة يعني وجميلة جدا. عندنا معبد الإله أبي دماك الإله الأسد، معبد الإله حاتور طبعا التسمية عرفت جديدة إنه معبد للإله حاتور بعد الاكتشافات الأخيرة اللي قامت بها بحث متحف برلين في عام 2006. اكتشفت راس للإله حاتور فعرف المعبد يعني مكتوب فيه اسم الإلهة ومكتوب فيه تاريخ المعبد إنه يرجع للقرن الأول الميلادي. طبعا الكتابات القديمة يعني أول معلومات اللي كانت معروفة قديمة هو إنه كان عرف أولا بالكشك المروي ثم بالكشك الروماني، ثانيا عرف بالكشك المروي اللي بيرجع للقرن الثالث عشر قبل الميلاد، لكن آخر الاكتشافات إنه آخر الحقائق إنه هو معبد للإلهة حاتور اللي برجع للقرن الأول الميلادي. الإلهة حاتور هي من الآلهة المصرية المعروفة اللي هي الإلهة بتاعت الميلاد أو الولادة، إلهة الخصوبة الميلاد. في معبد الإلهة حاتور حاليا يعني بيعرف إنه من ضمن بيوت الميلاد المعروفة في مصر أو في مناطق كثيرة، إنه في معابد بتعرف ببيوت الميلاد اللي هي بتسمى باللغة المراوية الآميس مي
الآن اسمه تعني بيت الميلاد. في هذا المعبد بيحصل تزاوج للآلهة اللي هي طبعا احنا ما بنتكلم ساعة يعني نتيجة التزاوج ده سنلقى فيه نحت بورانا هنا في المعبد نحت للإله الأسد وفي نحت ثاني للإله حاتور. بيحصل تزاوج للآلهة بيكون نتائج هذا التزاوج الآلهي ميلاد الملك الجديد. طيب برضو لو تدينا صورة تفصيلية وجمالية عن معبد أبا داماك أو معبد الإله الأسد وهو معبد خلينا نقول لإله سوداني خالص إله الحرب والصحراء. معبد أبي داماك طبعا ده من المعابد المروية الخالصة اللي هو في فترة من الفترات في فترة الملك أخكمني اللي هو الملك اللي أدخل عبادة الإله أبي داماك العبادة المروية الخالصة واللي سار عليه كهنة آمون طبعا نتيجة لبعض التصرفات أو بعض الأشياء اللي كان كهنة آمون بفرضوها على الملوك وعمل قال أدخل عبادة الإله أبي داماك الإله المروي المحلي المعروف اللي هو بياخد الشكل بتاع الأسد المجسم بتاع الأسد إله الحرب وإله الصحراء إله الإله اللي بتقبل له الناس في كل حوجاته يعني مش الحرب والصحراء فقط لكن هو معروف بأنه إله الحرب والصحراء لقوة الأسد. طيب من المعابد المشهورة جدا في الحضارة الكوشية معابد الآمونية أيضا في المعبد الآموني وهو لا يزال بحالة جيدة برضو لو تدينا صورة توضيحية عن معبد آمون في النجعة. الديزاين بتاع الإله آمون عبادة الإله معابد الإله آمون ديزاين معقد يعني ما ديزاين مثلا سهل أو بسيط زي معابد الإله الأسد لأنه طبعاً لعظمة الإله آمون الديزاين كل يعني معابد الإله آمون اللي هي الموجودة في الصحراء في مشيدة من حجر الساندستون هو الحجر النوبي الرملي المستجلب من حجر النقعة. طبعاً كل معابد الإله آمون بتفتح شرق لكن معبد آمون في النقعة بيفتح غرب في الاتجاه الغربي. في يعني الحاجة الكويسة إنه المعبد لحد الآن محافظ بعد ما يتخرب الموقع في سنة 1995 يعني بفضل بحثة متحف برلين اتعملت إعادة تشييد للمعبد مرة أخرى المعبد يعني نوعا ما محافظ على الشكل بتاعه. المعمار المتطور في المباني والأهرامات والمعابد وجد في مروي أكثر من الحواضر الكوشية التي سبقتها ولا شك أن كونها دولة صناعية أضفى عليها طابعا حضاريا مميزا في كل شيء.